الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الزمان بتعاقب السنين والشهور. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله. فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. واحشرنا معهم في جنات النعيم يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا ونحن في شهر جماد الآخرة ينبغي علينا أن نتذكر أهم ما وقع فيه، أي في هذا الشهر، أهم ما وقع فيه من أحداث وما ذكر فيه في السير من أمور عظام، وما ذكر فيه من تاريخ الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ومن أولئك الرجال الذين سطروا في التاريخ ووقع لهم حدث عظيم في هذا الشهر هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنه المسلم الأول من الرجال والمصدق الأول بخبر الإسراء والمعراج، والمنفق الأول بماله كله، والمبشر الأول بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وثاني اثنين في الرفقة والغار والهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي. لأنه أمن على الرسول صلى الله عليه وسلم بصحبته وماله وسخر حياته في خدمة الإسلام وأنفق أمواله في خدمة الإسلام وجعل أولاده في خدمة الإسلام، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق كان حيياً ورعاً تقياً متخلقاً بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، كان غنياً، كان ثرياً غنياً سخياً رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأول من بويع للخلافة وأول من لقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى
وقد أثنى ورضي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وزكاه أكثر من مرة، وزكاه القرآن، وسيجنبها لتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فالعلماء المفسرون قالوا نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم مرض الوفاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى بالناس. ولذلك عمر بن الخطاب كان يقول: ألا نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا؟ كان كثير البكاء إذا قرأ القرآن، ولكن كان حازما قويا في الحق، لذلك قاتل المرتدين وأخذ الزكاة من مانعيه بقوة، ونصر الله به الإسلام. أبو بكر الصديق أول من جمع القرآن، وكان حافظا للقرآن الكريم، وأول من سمى المصحف الشريف بهذا الاسم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيرته كانت صفحة بيضاء قبل الإسلام وفي الإسلام وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يشرب الخمر قط، لأنه كان عاقلا وفطنا وذكيا، ولم يعرف عنه الكذب في الجاهلية، أما الإسلام في الإسلام فذاك أمر آخر، لأن الإسلام يدعو إلى الصدق. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عاش للإسلام، وأعطى حياته كلها، سخرها للإسلام بين العبادة والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، ما كان يجمع للدنيا وما كان يؤثر الدنيا وما كانت تغريه المناصب. كان خليفة للمسلمين يحكم في المسلمين، ولكنه كان متواضعا بكاء شديد البكاء والتضرع إلى الله عز وجل. وتوفي رضي الله تعالى عنه في هذا الشهر في 22 من شهر جماد الآخرة في 13 من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 63 سنة. بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل الوفاة نادى على ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال: تلك اللقحة، أي الناقة، والجفنة، فسلميهما لعمر، خذي كل شيء، والذي كنا نجلس عليه قطيفة نجلس عليها، سلميهم لعمر بن الخطاب لأنه أوصى له بالخلافة بعده، فإنا كنا نستعملهم لما كنا في أمر المسلمين، أما الآن فسلميهم لعمر. فلما أخذهم عمر بكى فقال: يا أبا بكر، لقد أتعبت من يأتي بعدك،
لا حق لك لفي شيء، لقد أتعبت. من يأتي بعدك؟ مات ولم يترك دينار ولا درهما في بيته، درهم واحد، دينار واحد. والإنسان الآن المسلم عنده مما يعيش به سنوات، وهو يتضجر، يتبرم، يبكي، يشتكي، لم يترك دينار ولا درهم، كان يحكم كأنه يحكم في العالم، مسكين غني لكن يعطي كل شيء في سبيل الله، بل هو أعتق 7 من العبيد كانوا يعذبون في الله، فاشتراهم بمالهم وخلصهم من الرزق، من الرق، لأنهم ما كانوا يعيشون للدنيا، ما كانوا يعيشون لبطونهم، ما كانوا يعيشون لملذات الدنيا ومتاعها، لأنهم يعرفون كما أخبرهم الله: قل متاع الدنيا قليل، لأنك ستموت ما تأخذ معك سيارة، لأنك ستموت ما تأخذ معك دراهم، لأنك ستموت ما تأخذ معك بيتك، لأنك ستموت ما تأخذ معك وظيفتك، لأنك ستموت ستأخذ معك عملك، عملك. وانظر، هل هو صالح أم طالح؟ الذي سيرافقك العاقل يتفطن لهذا الأمر الخطير. أنت الآن عندك ملايين في البنك، مشاريع، أموال، ستموت، هل ستأخذ معك شيء؟ والله لن تأخذ معك شيء، كل شيء ستتركه وستتخلى عنه رغما عنك، على رغم أنفك، لن يجعل معك شيء في قبرك، كل شيء ستتركه لورثتك، ولكن يعلم حقيقة أخرى، ستتركه لورثتك وستسأل عنه، تركته لورثتك ستسأل عنه، من أين أتيت به؟ من أين جاء بك؟ قد يتمتع به ورثتك وأنت تعذب عليه، قد يفعلون به الخير ورثتك وأنت كنت تفعل به الشر، قد يطيع الله به ورثتك وأنت كنت تعصي الله به عز وجل، قد يزكيه، أي هذا المال، ورثتك وأنت ما كنت تزكيه، لماذا تعذب نفسك وتريح غيرك؟ لماذا أنت تسعى في شقاء نفسك وتريد أن تسعد الآخرين؟ أسعد نفسك أولاً إن كنت عاقلة، أسعد نفسك، أريح نفسك من مساءلات يوم القيامة حينما يقال لك للناس: وقفوهم إنهم مسؤولون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، والحمد لله رب العالمين.